مش قادر اطعميهم، مش قادر اطعمي ولادي، احنا بنيجي حال بنموت. يصرخ جوعا على انقاض حيه. لا في اكل، لا في طحين. سرى رغيف الخبز حلما لهؤلاء لسد رمق اطفالهم. هنا في غزه يتجمع الاف الاشخاص املا في مساعدات غذائيه طال انتظارها. نجوا من قصف الاحتلال الى حين، لكن الجوع يهدد حياتهم في كل لحظه. انا جاي وكل هالملايين هذه عشان ياخذوا طحين. غزه فيش فيها اكل، احنا بنطالب العالم الحر يشوفونا حل. جوعنا يا عم ما ضلش، متنا من الجوع. هاي كل الناس بتستنى، اللي بموت واللي بنطخ واللي بنفقد. التجويع إذن هو سلاح صامت بيد الاحتلال لقتل من بقي على قيد الحياة. لا مساعدات إنسانية تصل إلى آلاف الناس هنا، رغم تحذيرات متواترة من المنظمات الدولية بأن قطاع غزة بات على شفا مجاعة غير مسبوقة. جاي عشان اخذ طحينه واي مساعدات عشان اطعمي اولادي قبل رمضان، فيش عندنا ولا حاجه. ولولا الحاجه ما حدش اجى فينا، كنا محتاجين الاكل والشرب، ولا خايفين من حرب ولا خايفين من شيء، بس اكل وشرب. لكن الجوع لم يبدد صمودهم امام آلة الحرب الاسرائيليه حتى ان خوت بطونهم مع استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الى غزه في انتهاك واضح للقرارات الامميه كما تقول هيومن رايتس ووتش. ليبقى سكان غزة يتذورون مرضا وجوعا في عالم ماتت إنسانيته.